صدر عن معالي الشيخ خالد بن عبد الله ال آه خليفه نائب رئيس مجلس الوزراء تعميم بشان عطله ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجريه وجاء في التعميم انه بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف تعطل وزارات المملكه وهيئاتها ومؤسساتها العامه يوم الاحد الثاني عشر من شهر ربيع الاول 1446 هجريه الموافق الخامس عشر من سبتمبر 2000 واربعه وعشرين